الطابع الاجتماعي للدولة عقيدة راسخة لا نتخلى عنها، ذلك ما أكده رئيس الجمهورية في مناسبة عدة باتخاذ تدابير مختلفة لدعم القدرة الشرائية للمواطن رغم الظرف الاقتصادي الصعب الذي أفرزته تداعيات الأزمة الصحية العالمية. وقد وعد الرئيس في مناسبات بأن سنة 2023 ستكون حافلة بإجراءات جديدة تصب في صالح المواطن البسيط الذي قال أنه يظل الأولوية ومحور اهتمام الدولة. يقول لك الرئيس رأي هبط الجزئيات، أنا الجزئيات تهمني لأن يهمني المواطن البسيط. هذا وعزز مشروع قانون المالية لسنة 2023 المكاسب الاجتماعية من خلال إجراءات تحسين القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع ورفع الأجور دون أن يتضمن إدراج أي ضرائب جديدة، كما سمحت التدابير العملية في مجال محاربة كل أشكال المضاربة التي أثقلت كاهل المواطن من إعادة الأمور إلى نصابها بعد أن استقرت عمليات التموين ووفرة المواد. وش اللي نطبق فيه اليوم التزمت به في التزاماتي 54 وأني نطبق فيه ونتعهد مع الطبقة الشغيلة نتاعنا أن من نهاية السنة نستنى إن شاء الله النتائج النهائية نتاع المداخل تاعنا من نهاية السنة تكون فيه زيادة في علاوة البطالة وتكون فيه زيادة في الأجور كذلك. وتم قبل ذلك بأمر من رئيس الجمهورية إعفاء جميع الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30,000 دينار جزائري من الضريبة على الدخل الإجمالي، فضلا عن تخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي لفائدة أكثر من 9 ملايين شخص. هي إذن معالم ناصعة للجزائر الجديدة تتحقق بتجسيد أزيد من 80% من الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية، التزامات جعلت الجزائر تحقق الأصعب وتسير بخطى ثابتة نحو القمة وهي مكانتها الطبيعية والمستحقة.